السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف، وأخوكم فتي حسن. ليلة سعيدة جميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباغيوغ العرب والأفارقة اللي كيدعمونا وشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيمون أتو لباغيوغ دي موند كي نوز أنكوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد القناة إناثا وذكورا، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنضحكوا وكنفوجوا وكنشطوا فيها، القناة اللي كنواسيوا فيها بعضنا ونصلوا الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستفدوا فيها معنويا وماديا. اللي اول مره غيشوف القناه ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل باش يوصلوا منا كل جديد في حينه. تحيه وشكر للناس ديال الجاليه المغربيه اللي كيدعمونا وشجعونا، كنقول لكم شكرا الدعم، شكرا للتشجيع اينما حللتم وارتحلتم. كذلك التحية والشكر لكاع الناس اللي كتحبنا في الله وكتدعم القناة وبغينا نزيدو القدام، كنقول لكم شكرا، شكرا بزاف على الدعم، شكرا على التشجيع. الأخوات والإخوان ديالنا اللي غايبين على القناة نتمنوا أنهم يكونوا كاملين بخير وعلى خير، يكونوا في صحة جيدة، ونتمنوا لهم إن شاء الله عودة ميمونة للقناة ولو من باب الاطمئنان عليهم إن شاء الله. يلا اخوتي اخواتي اللي طلع يشجع القناة بالبصمة بالإعجاب، وإلا كان ممكن البارتاج وغتكونوا جد مشكورين. شجعوا القناة ديالكم، القناة اللي ما كتبخل عليكم بأدنى معلومة، القناة اللي كتبحث كتجتهد كتوصل لكم المعلومة بكل صدق وبكل أمانة، وكتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم وغنكونوا جد سعداء. الشعار ديالنا حنا ما كنخلصوا حتى واحد من جيبنا، الله يجيبها سمينة للجميع. المطلوب منكم فقط شجعوا القناة باش تستمر وغتكونوا جد مشكورين. اللي انطير السيب لابونمون راه التليفون كيبان على الشاشة على الشريط، يتصل بالقناة عبر الواتساب ومرحبا. اللي ما عندوش الغرض بالابونمون متصل غيكون المصير ديالو البلوك. كنشكر الاخوات والاخوة اللي كانوا معنا البارح في اللايف كاملين، كنقول لكم شكرا. الويلة دازت ممتازة، دازت غزالة بالوجود ديالكم الحمد لله، قلوب طيبة، عقول راقية، الناس زينة تبارك الله، كنشكركم بزاف والله. راه في الاخر ما كنسخوش نودعكم ولكن كنكونوا عيينة الصراحة، هي هادي تحد ما يسخى بالجماعة الزينة. شكرا لكم جميعا. بون ندير واحد الإطلالة على الريزيمي ديال البارح، الاناليز راه كانت جد ممتازة. بالنسبة للابوات نوار عطاتكم 3-4 6 لو 10 ديسكاليفيا مع الديبار وماشي من عويدو. لا ديرنيير مينيت عطاتكم لو 3 و 11، خلاص لا سيليكسيون كانت فيها لاريفي كانت مخربقة، نتمنوا انكم تكونوا قديتوها بطريقتكم. كانتي كوارتي تيرسي كانوا لي بونيس 4 لي بونيس 3 كانوا في لا سيليكسيون ديال القناة. بالنسبة للنويطات ديالنا الكات بريباري بور وراه بريباري بور جا في الراس. لو 6 قالكم سا بلاص ا لاريفي، ما كدبش كانت لا بلاص ديالو 5ييم. لو 7 قال لكم دون لو كانتي، واش كان في لو كانتي ولا لا ما نعرف، ما عرفتش واش جا 6ييم ولا 7ييم ولا 8ييم. على اي ما جاش لو 10 قال لك بغيت قاتل على لا فيكتوار صدق ديسكاليفيا،
لو 11 قال لك الكور بور غانيي وفي اللي طلع كان على شويه فعلا جا دوزيام. بالنسبه لي زونترينور اوبتيميست كان 3 4 9 10 جا لو 3 اي لو 4 يعني في المجمل كانت الخدمه زوينه. نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا معنا شي شويه، ولكن ديك البركه اللي ديتو اليوم ردوا معها البال، حاولوا تحافظوا عليها غدا ولا تلعبوا غنصا ولا باش تلقاو تلعبوا غدا بعد غدا ان شاء الله، لان غدا الكورسه راه ما فيها ما يتشاف الخوت. والله كنضحك من كورسه خايبه شي شويه. لان اين نتقاتلو لاغان ما معروفش، كاين المقاتله والسلام على اين. ندوزو بعدا النبذه ديالنا وديك الساعه يحن الله. دونك لو كانتي دي 22/11/2022 اللي غيكون في دو فيل ريونيون 1 كورسو 4 سي دو بلا برق ما تقشع 1300 متر بيست اون صابل فيبري بيست ديال الرمله. التيران غيكون ستوندار لاكورد ادروات. كانوا 16 ديال المتبارين بقاو 15 لو 6 اي ديكلاري نون بارتون، وديجا هو كان نون بارتون لان كان ديليسي. الديبار ان شاء الله 13:50 جوج قلقسمين بالتوقيت ديال المغرب. الزين الغزال الجميل الحبيب بيه بماليه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظه وينجيه ويحفظ جميع المغاربه اينما حلوا وارتحلوا. بالنسبه للملاحظه الاولى كتقول بان الكورس غادا تكون تري ديفيسيل بلوس وممكن تكون ديابوليك. ما حصرناها في تري ديفيسيل بلوس عندي سو ديفيكولتي 8.5 8.5. الكورس غادا تكون جد صعبه مؤشر الصعوبه 8 اونس لورسكيل دي باس لانديس دو ديفيكولتي 8 اي بلوس اون جو افيك انتيليجونس بريدونس او مينيميس. ملي كيفوتنا مؤشر صعوبه 8 الفوق الحيطه الحاضر الذكاء ونحاولوا نمينيميزيو ما امكن. دونك كيف ما سمعتوا الكورسه غادا تكون صعيبه شويه. نتمنوا اننا نتصاطحوا معها غدا وهم تكونوا معنا ان شاء الله. بون غادي ندوزو لابواط نوار. قبل ما ندوزو ليها ما فيها بس نذكرك خويا انت دابا او انت يا اختي دابا اللي كتشوفوني في هاد اللحظه هادي والبي اس اف مكتوبه اون فاس البصمه بالاعجاب للقناه الله يجازيكم بخير باش نستمروا، وإذا استمرينا راح نبقاو دائما معكم إن شاء الله. دونك حاولوا تشجعوا القناة ديالكم بصمة بالإعجاب لكن ممكن البارتاج وغتكونوا جد مشكورين. مرة أخرى اللي انتريسي بالابونمون يتصل بالقناة عبر الواتساب، التليفون راه كيتكتب على الشريط في الفيديو. دونك لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سانتور بور لو كانتي دو 22/11/2022 لي غتكون في دو فيل ان شاء الله اي كوم سوي 9/1/13/12 جو ريبيت 9/1/13/12 لي كاتر نيميرو لا بواط نوار دو لا شين فاتحة سانتوف. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتوف لخماسي يومه 22/11/22 كالآتي
تسعود، واحد، تلتاش، اتناش. غادي نمشيو ان شاء الله لا ديرنيير مينوت ديال لا شين، لا ديرنيير مينوت دو لا شين، لو نيميرو 7، رقم 7. لو شوفال اكومباني لو نيميرو 9، رقم 9. لي سوبليمونتير 11 اي 12، الارقام الاضافيه 11 12. غير اللي بغيت نقول لكم على 11 راه الحظوظ ديالو ضعيفه شي شويه، نتمنى انه يتقاتل ويدير شي بليصه، اما الحظوظ ديالو راه ضعيفه، ولكن نتمنى راه تو اي بوسيبل، شكون واضحين. غادي ندوزو دابا نمشيو لا ميثود دي جور. لا ميثود دي جور نوزا دوني دو نيميرو، سي دو نيميرو، سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي، سون كوم سوي، سانك اي ديس. دونك سانك اي ديس، سوا ان سوا دو سوا اوكان ا لاريفي. مي على عين بلاتي الطريقه النهاريه اخواني اخواتي اعطينا جوج ديال الارقام، هاد جوج الارقام هما 5 10، اذا 5 10 يجي بجوج يجي واحد، يا ما تشوفوا حتى واحد لاريفي غدا. ولكن مي اللي قلت لكم، قلت لكم بلاتي مي ردوا البال من لو 5 بور اون بتيت سوربريز. دونك الطريقة النهارية عطينا 5 10، 5 10 يجيو بجوج يجي واحد، هي ما تشوفو حتى واحد لاريفي. غادي ندوزو دابا ان شاء الله غنمشيو لا سيليكسيون دو لا شين. قبل ما ندوزو ليها ابصموا لقناتكم، شجعوا القناة لحفظكم، قناة واقفة على الدعم ديالكم باش نستمروا، لان كل ما درتوا لي جيم كل ما الشركة ديال يوتيوب كتكلف بالبارطاج ديال القناة باش القناة كتولي معروفة. دونك ما كنطلبوا منكم الا الدعم للقناة باش نستمر. اذا البصمة الله يجازيكم بخير، واللي ما بصمش يا ربي ما تعطيت ابوني استروا من القناة، امين. كنضحك معكم الخوت، ارزق عند الله، اللي بصم القناة شكرا، واللي ما بصمش كيبقى اختيار ديالو، وفي نفس الوقت كنقول له شكرا. ولا تليفون هو انفصل عن طريق السيب لابونمون. غادي ندوزو لا سيليكسيون ديال لا شين. لا سيليكسيون دو لا شين فاتحة سنتورف بور لو ميم كانتي دو 22/11/2022 ادوفيل دوي نيميرو اي كوم سوي، 7 11 9 1 13 2 12 et 5. Je répète la sélection de la chaîne: 7 11 9 1 13 2 12 اي 5. الارقام 8 لخماسي
يومه 22/11/2022 لقناة فتحة سانتوف كالآتي: 7/11/9/1/13/2/12/5. بالنسبة للي شوفوا سيربريز دو لاشين أو الأرقام المفاجأة ديال القناة: 8/15/8/15. ويت اي كانز لي شوفو سيربريز. بالنسبة لو بتي نيميرو أو لو بتي شوشو دو لا شين، سي با ان كو سور مي بور اون توت بتيت سيربريز اون كا دو بوكو دو ديفايونس. لو نيميرو 14، رقم 14، الرقم الصغير اللي كيكون تحت الأرقام المفاجأة أو لو بتي شوشو دو لا شين. Le numéro 14, c'est pas un coup sûr, mais pour une toute petite surprise. Je me faisais assurer au raca, il a connu les défaillances des favoris. L'île Edafa, Ben Sba, à Makin Tachiaud, Rangoulou, Ranhide. اللي قدر على شي حاجه يلعبها يلعبها. كورس مفتوحه، كورس اوفرت، كلهم عندهم حظوظ. ما تقول لي لا كوردة كبيره ولا كوردة صغيره، كلهم عندهم حظوظ. راه 3 يتلعب، 16 يتلعب، 10 يتلعب، المهم قلبوا على اون باز ولعبوا توتال. كوسة خايبة. الملاحظة الأخيرة ديال القناة أو لا ديرنيير أوبسيرفاسيون دي كو إليورا أن سويفي ألاريفي بوغ دومي دي هو دي ميليو أو دي با دو طابلو، الله أعلم. هناك احتمال كبير باش يكون سويفي، تكون أرقام متتالية في لاريفي غدا، من الفوق من الوسط من تحت الطابلو الله أعلم. 4-1-3-2-2 فارقهم واحد الله أعلم. قلبوا على السويفي، دخلوه الله باز والله يسخر الأمور. غنمشيو للنويطة الأولى، قال لكم مولاه مون شوفال سوغا سيغ لو بوديوم، يعني غيكون ما بين الثلاثة الأوائل. بصح كذوب بحالي بحالكم. كاينة نويطة على لونف، لونف مولاه مسيبليمونتي هاد العود مخلص عليه، دونك اتونسيون لوي. لي زونترينور اسويفر، المدربين اللي ممكن تابعوهم غدا، كاين المدرب ديال الكوري ديال 2-5، كاين المدرب ديال الكات الويت والأونس. دونك المدربين كاين كوري ديال 2-5 وكاين 4-8-11. لي زونترينور ا سويفر ايكيري 2-5 كات 8-11. تهلاو ليا فراسكم، تصبحوا على خير. دعوتكم اخوكم في الله عبد ربه، الى اللقاء، والله يوفق الجميع، الله يجيب ياسمينة، تبارك الله عليكم. يلا البصمة الخوت قبل ما تغادروا، الله يجازيكم بخير.